السلام عليكم ورحمة الله. الثامنة في تونس، تتابعون على رأس أخبارها الليلة. انطلاق جلسات عمل اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بحضور منظمات وطنية وأحزاب سياسية وغياب أخرى. المجلس الوطني طارئ للقضاة، يؤكد رفض قرار عزل القضاة وحل المجلس الأعلى للقضاء، ويقرر الإضراب بكافة محاكم البلاد مدة أسبوع. تقديرات تخزين تناهز 11 مليون قنطار من الحبوب مع بدء الاستعدادات لإنجاح موسم الحصاد والحفاظ على جودة المحصول. موقع التلفزة التونسية الرسمي وصفحتها عبر فيسبوك يبثان الأخبار مباشرة أيضا مشاهدينا، فأهلا وسهلا بكم في متابعتها. تصورات لتونس خلال 40 عاما قادمة اجتمع من أجل وضعها في لقاء أول اليوم. أكثر من 40 شخصا يتداولون برنامج عملهم الفترة القادمة محتوى وتنظيما في أولى جلسات عمل اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي يترأسها إبراهيم بودربالة بحضور رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بالعيدة. هو الباب المؤدي للقاعة الرئيسية لدار الضيافة، أغلق على مدار 4 ساعات لفسح المجال لحضور تخطى عددهم 40 من ممثلي منظمات وطنية، منها منظمة الأعراف وممثلي أحزاب، وكذلك شخصية وطنية منسوب لأغلبهم تأييد مسار 25 من جويليا. فسح المجال للمشاركة في أول جلسة حوار للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. الاقتصاد هنا ليس تقنية وعلما فحسب، وإنما هو كل أوجه الحياة التي تتعلق بأركان حياة التونسيين وأركان الدولة التونسية، التي لا بد علينا في هذه المرحلة من أن نضع أساسات جديدة لها، وهي دستور جديد بما فيه الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وبطبيعة الحال كل الجوانب الأخرى، بما يغير النظامين الاقتصادي والاجتماعي على أساس تغيير النظام السياسي. من حيث الشكل معناها الدستور لازم يكون مختصر. ناقشنا مثلا كيفاش باش يكون منوال التنميه، كيفاش باش تكون، معناها المهم انه ثم نوعيه اخرى، معناها باش ننطلقوا من الابيض، من الابيض يعني ورقه بيضاء. لازم نلقاو المواضيع ذي اللي قاعده تغير في المجتمع، الجيل الثالث نتاع الانترنت، نسمعوا بالبرشا مواضيع جديده كيما NFT، كيما البلوك تشين، كيما البيتكوين، الذكاء الاصطناعي، الدرون، الروبو، هذوما الكل مواضيع نتاع تونس في المستقبل. ويلزم الدستور الجديد يكون يسمح للتوانسة باش يعملوا ابتكار، والرخاء في المستقبل نتاع تونس ونتاع المجتمع التونسي يلزم يجي من الكفاءات التونسية. وطلب من جميع الحضور تقديم ورقة تتضمن تصوراتهم لتونس خلال 40 سنة القادمة، وذلك خلال 72 ساعة. يقدموا كل منهم ما يقترحه من ناحية المبدأ السياسة التونسية للتنمية والتقدم في البلاد على مدة 40 سنة القادمة. شنو التصور بتاعك؟ هذه الورقة، هذه الصفحة الأولى من هذه الورقة. الصفحة الثانية قلنا تصور متاعه لمحتوى الدستور في هذا الباب، يعني الباب الاقتصادي والاجتماعي. وحسب التقديرات وبحصول هذه الإسهامات سيتم الدمج في مسودة واحدة أساسها يعني قائمة للمسائل الأساسية التي يجب أن نتطرق إليها، بحيث هذا سيسهل الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية والاجتماعية، نظرا لأن مشيتون أمامهم مسودة ورقة اللي فيها رؤوس أقلام. أنا نقول بأنها حضورهم تكفي باش يقنعني بأن اللي مش تفضلوا به من ابتكارات ومن اقتراحات تكون كافية لتمكيني وزملائي من وضع مشروع الدستور الجديد إن شاء الله. اعتذرت أحزاب ومنظمات وشخصيات كانت دعيت للحضور في الحوار عن المشاركة، واعتبرت أن المنهجية والصيغة لا تستجيبان لشروط قيام حوار حقيقي وذي جدوى. نأسف لهذا الموقف من طرف الاتحاد، والحوار اللي هو يتكلم عليه هو في الحقيقة موجه مش للجنة متاعي. أنا اللجنة متاعي تخدم على مشروع معين اللي هو وضع مشروع دستور. الحوار اللي يتكلم عليه
الاتحاد وغيره، هو خصام بينهم وبين السلطة. وأمام هذه اللجنة الاستشارية بعبارة رئيسها إبراهيم بودربيلة تحدي ضغط الزمن من أجل إعداد مشروع دستور في غضون 14 يوما يكون في مستوى تطلعات الشعب التونسي. وقفة احتجاج أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نفذتها اليوم 5 أحزاب معارضة، هي التيار الديمقراطي والجمهورية وحزب العمال والقطب وتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، فيما أسموه حملة وطنية لإسقاط الاستفتاء المنتظر تنظيمه في 25 من جويلية القادم. المحتشون وأنصارهم رفعوا شعارات تشكك في مصداقية الهيئة واستقلاليتها، لتشهد الوقفة مناوشات بين الأمنيين والمحتجين الذين أرادوا الوصول إلى أبواب مقر الهيئة وفق إفادة عدد منهم. أعتبروا وأن الهيئة اللي حطها قيس سعيد هلية وعين هو التركيب منتاحة ما عندها كان هدف سوى تزوير الاستفتاء وما سيطبع الاستفتاء لاحقا من انتخابات. المسار هذا اللي مشى فيه قيس سعيد واللي سماه خط الطريق هو في الحقيقة مسار الهدف منه بداية من نهار 25 من جويلية، بداية من تنفيذ الفصل 80 من الدستور اللي الوالو كرايمو، الأمر 117 تاع 22 سبتمبر هو الهدف نتاعه أنه يدمر كل المؤسسات، يدمر الانتخاب. أن تونس دخلت رسميا في المسار الانتخابي، أول خطوة لها أن تمنع هي والنظام اللي نصبها، تمنع الأحزاب وتكمل الحريات، تمنعنا من ممارسة حقنا في الاحتجاج عليها. في هذا دليل على أن تونس مش داخلة في مسار انتخابي، مسار لتزوير إرادة التونسيين، مناخ لا تتوفر فيه الحريات. مع الأسف اليوم استعملوا قوات الأمن، وهذه هي القوة الوحيدة اللي بقاوا يستندوا لها للسيطرة على الوضع ولتمرير المشاريع متاعهم. بحضور الهياكل الممثلة القضاء وأصنافه وفي خطوة رد على ما اعتبروه مظلمة في حق القضاء، أقر مجلس وطني طارئ وعاجل دعت إليه جمعية القضاة التونسيين، أقر اليوم تعليق عمل المحاكم فترة أسبوع. تعليق العمل بكافة محاكم الجمهورية لمدة أسبوع انطلاقا من يوم الاثنين القادم، ذلك ما تم قراره كل من الجمهورية ليؤكدوا رفضهم للأمر الرئاسي القاضي بإعفاء 57 قاض. إجراء التعليق جاء كرد على قرار الرئاسي وصف بالمظلمة في حق القضاء التونسي. رئيس الجمهورية بقرار أحادي فردي بعيد على كل الضمانات يتخذ قرار بإعفاء 57 قاضي، حب نقول الإعفاء هذايا هو عبارة على حكم بالإعدام على القضاة. أغلب الشهادات اللي سمعناها اليوم من القضاة اللي حضروا، قضاة معناها قالوا لا لانتهاك الحقوق، لا لانتهاك الحريات، في نفس الرائد الرسمي ينقح القانون والمرسوم اللي وضعه هو، يتجاوز المجلس الأعلى للقضاء المؤقت اللي وضعه هو واختار هو أعضاؤه. ووفق كل الهياكل الممثلة القضاة يحرم القاضي من ضمانات التقاضي ومن حقه في اللجوء إلى المحكمة الإدارية لإنصافه، على اعتبار أنه لا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة للقضاة. كل قاضي تم عزله يستنى مآل التتبعات الجزائية ثم يقوم بالطعن، يعني يستنى سنوات، هذا في قطع أرزاق، هذا ظلم لجميع القضاة دون استثناء، لأنه أقل حاجة يتم سماحهم، وعنا مجلس أعلى حتى مؤقت، عنا مجلس أعلى هو اللي يتعهد بالأمور هذه. اللي نطالبوا به أنه رئيس الجمهورية يتراجع فورا على هذه القرارات الظالمة، ونقولوا أن القضاة اللي ارتكبوا جرائم والقضاة اللي تورطوا في أي نوع من أنواع الفساد، جمعية قضاة التونسيين أول ما تحدث عليهم، وإحنا نطالبوا بالمحاسبة ولكن المحاسبة المنصفة. هذا وقد قدمت شهادات للقضاة المعزولين الذين كونوا تنسيقية يترأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل يوسف بوزاخر الذي تعهد بالالتجاء للقضاء الوطني والدولي. يعني حل المجلس الأعلى للقضاء لم يكفيه، تنصيب مجلس مؤقت للقضاء لم يكفيه كل ذلك، تولى تنقيح هذا القانون، أعد قائمة مسبقا وبمناسبتها وضع مرسوما لتنفيذ هذه القائمة،
وأخرجت هذه القائمة بإعفاء قضاة لا علاقة للمسألة بمحاربة الفساد ولا بمحاربة الإرهاب. ويؤكد الهياكل الممثلة للقضاة أن المجلس يبقى في حالة انعقاد دائم لاتخاذ كل التدابير اللازمة. تحقيق استقرار تونس الاقتصادي ووضع أسس نمو مستدام لها عبر اعتماد آليات وإجراءات بلغت 43 تعيد ثقة المستثمرين وتنقي مناخ الاستثمار، أهمها تبسيط الإجراءات وتيسير الوصول إلى التمويلات. موضوع وثيقة متابعة أعدتها رئاسة الحكومة تواكب من خلالها تقدم برنامج الإصلاحات المختلفة الذي وضعت وناقشتها في اجتماع أشرفت عليه رئيسة الحكومة. 43 إجراء عاجلا من أجل تنشيط الاقتصاد تضمنتها وثيقة متابعة مدى تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الذي انطلق منذ أكتوبر 2021. الوثيقة التي تم تناولها خلال الاجتماع الذي أشرفت عليه رئيسة الحكومة نجلاء بودن تناولت 4 محاور تعلقت بدعم السيولة وتيسير نفاذ المؤسسات إلى التمويل وإعادة تنشيط الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات لدفع التصدير بهدف الاستعادة التدريجية لثقة الفاعلين الاقتصاديين وحماية النسيج المؤسساتي لتونس. واعتمدت الحكومة في صياغة هذه الإجراءات وفقاً لنص الوثيقة على مقاربة شمولية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير ووضع أسس نمو إدماجي ومستديم، كما رسمت أهدافاً في هذا السياق تعلقت باستعادة الثقة واستحثاث نسق الاستثمار الخاص ومساندة النشاط الاقتصادي، فضلاً عن تكريس نجاعة الإدارة والمؤسسات العمومية خدمة للمواطن وللاقتصاد وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصاد قادر على مواجهة الصدمات. وشمل البرنامج الإصلاحي الوطني للحكومة عددا من الإصلاحات الهيكلية عبر تحديد الإصلاحات الأولية، إلى جانب الانطلاق في وضع مخطط التنمية الاقتصادي والاجتماعي للفترة المتراوحة بين سنة 2023-2025 والرؤية الاستشرافية في أفق سنة 35 و2000. كما أكدت رئيسة الحكومة خلال الاجتماع أن البرنامج الوطني الإصلاحي تم وضعه بالتشاور والاتفاق مع الجميع في إطار تمشي تشاركي انطلق منذ شهر نوفمبر 2021، وعمل على إنجازه العديد من الخبراء وإطارات الدولة ومختلف الوزارات المتدخلة. كما أفادت أن هذه النتائج قابلة للتطبيق وقادرة على إخراج بلادنا من الأزمة الاقتصادية والمالية. 183 مركز تجميع ستجلي بعد الحصاد صوبة الحبوب لهذا الموسم، لتقدر طاقة التخزين الأولى ب11 مليون قنطار. تبذل الجهات المعنية الجهود المختلفة لحماية منتجاتها في إطار مجهود وطني يراهن على تحقيق اكتفاء تونس الذاتي من القمح الصلب في خطوة أولى في أقرب الأجل. وسط تقديرات تجميع تناهز 11 مليون قنطار، انطلق ديوان الحبوب في استعداداته الحثيثة لإنجاح موسم الحصاد وتجميع الحبوب، حيث تم تخصيص 183 مركز تجميع ستقوم بإجلاء الكميات من مناطق الإنتاج إلى الخزانات المحورية بمناطق الاستهلاك. تمت معاينة كل مراكز التجميع من قبل اللجان المختصة التابعة لوزارة الفلاحة تحت إشراف السادة الولاد، وذلك للتثبت من مدى استجابتها للشروط المطلوبة. قمنا بتكوين كل الوكلاء التابعة للمجمعين في مجال أخذ وتكوين العينات وكيفية المحافظة على المخزون. عندنا سنة إن شاء الله 350 شاحنة بحمولة 22 طن الواحدة، وعندنا حوالي 60 عربة بحمولة 45 طن الواحدة. المعدل الإجلاء هو يوميا خاصة في وقت الذروة سيكون في حدود يصل حتى 350 ألف قنطار. وبهدف الحفاظ على جودة المخزون، يؤكد ديوان الحبوب على أهمية الممارسات الفضلة للفلاح وفي مقدمتها عدم التعجيل بالحصاد حفاظا على معايير الجودة. أول ما نصيحة نتوجه بها هو تعديل آلات الحصاد، ماذا بينا لو كان النسبة نتاع الرطوبة تكون في حدود 9-10.9%. قد ما تكون لمدتين معناتها نسبة الرطوبة أقل، قد ما التخزين تكون في ظروف طيبة ونحافظ على جودة المنتوج هذاك.
ولأن اندلاع الحرائق شكل في السنوات الأخيرة معضلة وآفة تهدد الزراعات الكبرى، تنسق الهيكل المختصة بوزارة الفلاحة والموارد المائية الجهود مع عدد الأطراف المتدخلة لحماية الصابة من مختلف المخاطر. الحقول والضيعات الفلاحية اللي هي تكون متاخمة للغابات، يعني هنالك تدخل أولي، عندنا يعني شاحنات ذات تدخل أولي سعة 600 لتر والتي يمكن لها التوغل بصفة يعني بسهولة. قمنا بالأشغال التهيئة الوقائية خاصة بالنسبة للمسالك الغابية، بالنسبة للأبراج المراقبة، تفقد نقاط المياه. المرحلة الأولى هي مرحلة وقائية تمثلت في زيارة المجامع الحبوب، في زيارة الضيعات الكبرى، وإصداء توصيات سلامة لتأمين المحصول بتاعنا. الخطة العملياتية بتاعنا هي تمثل في تسخير كافة الإمكانيات الخاصة بمجابة الحرائق المتواجدة بولاية باجة. لهنا نقصد الحماية المدنية ودائرة الغابات اللي قاعدين نتعاونوا مع بعضنا ونتعاونوا بصفة فعالة لتقريب النجدة والتدخل السريع. وفي ظل الوضع العالمي الراهن تبقى حماية صابة الحبوب وإنجاح موسم الزراعات الكبرى من التحديات الهامة التي تستوجب تضافر كل الجهود. عزوف الشباب عن العمل في القطاع الفلاحي واحدة من أكبر مشاكل الفلاحين في تونس، يشتكون حدتها ويبحثون أسبابها، عاملين على إيجاد حلول لوقفها عبر تحفيز الشبان على مزاولة الأعمال الفلاحية. عدد الأطراف المتداخلة اجتمعت في ندوة نظمها الاتحاد التونسي للشغالين شبانة، بحثت الموضوع تحت عنوان أفاق التشغيل في القطاع الفلاحي والاستثمار. عزوف من الشبان عن العمل في القطاع الفلاحي يشتكي منه الفلاحون، سيما صغار الفلاحين الذين يجدون صعوبة في إيجاد اليد العاملة لمساعدتهم في مختلف مراحل الإنتاج. أنا عندي ثانية برقدين مانيش لاقي معناها الخدامة، معناها قاعدين نحاولوا معناها حتى مع الخدامة الأجانب اللي قاعدين جايين من بلايس إفريقية، معناها قاعدين تكلموا معناها تجيب خدامة من تونس من هنا ما يحبش يخدم. انسى تحب، حاولوا معاهم الاساليب الكل، قاعدين نحفزوا فيهم. ما تقاش الخدام، ما تقاش ماهمش موجودين، تجي تكلموا حتى يخدم معك نهارين ثلاثة ايام ويمشي على روحه، فهمت؟ يقول لك ما فماش شبيه الفلوس شويه، تخلص فيها شويه، راه صعيبه خدمه الفلاحه، فهمت؟ ويعزف 90% من الشبان التونسيين عن العمل في القطاع الفلاحي، ما يتطلب العمل على ايجاد حلول لتحفيزهم، ومن بين الحلول المقترحه المنح وتحسين التاجير. عملنا دراسه في الاونه الاخيره تقول انه 90% من الشباب التونسي ما يحبوش يخدموا في قطاع الفلاحه. انك تقول له ايجا اجمع يا خويا 30 دينار ايجا نعطيهك، يقول لك لا انا هذه فلاحه واراضي وكذا راني ما ندورش بها. شاب يخدم ب 30 دينار في الفلاحه بينما النساء اليوم يخدموا ب 20 دينار، وهذا طبعا غير معقول. فاحنا طبعا نحبوا كيما نحبوا نزيدوا للنساء، احنا نقترحوا للشاب التونسي في بلاصه انه باش تعطيه 30 يا سيدي اعطيه 50، وهاي دعوه موجهه لصغار الفلاحين ولوزاره الفلاحه كيفاش نلقاو حلول باش نخليه الشاب لهنا ما عادش يعرق. اليوم المحصول نتاع الطماطم خاصه انقذوا له فارقه. في مقابل هذا يؤكد كاتب عام وكالات الارشاد والتكوين الفلاحي انه يتم تكوين مئات الشبان في المجال الفلاحي في اختصاصات مختلفه. حدود 1200 متكون في التكوين الأساسي، وفي حدود 3500 4000 تكوين مستمر اللي هم الأغلبية متاعهم باعثين شبان. ثم فئات أخرى بطبيعة من أبناء الفلاحين والفلاحين اللي يحبوا يكبروا المشاريع متاعهم. كما تثبت دراسة أنجزها عدد من المنظمات وفق كاتب عام وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي أن نسبة التشغيل في مجال الصيد البحري بلغت 100%. معناها اللي يقبل على التكوين في الصيد البحري ما ثمش بطاء، في الفلاحة في حدود 60-70% قبل ما نمضوا اتفاقية. ثم اتفاقية تمضات ما بين الوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي والشركة معروفة أنها تنتدب 100 متكون في السنة لمدة 10 سنوات. عدد اللي تلوج عليه الشركة هذه مش متوفر. اللي كان نحكي على عزوف هنا مربوطة بحاجات أخرى، وحاليا كان ثم إشكالية في المنحة. أخيرا المنحة إن شاء الله بيحاول لها وقعت المصادقة عليها، وربما من السنة الدراسية يتحصلوا على منحة، وإن شاء الله الإقبال على التكوين الفلاحي يتحسن. وكان للبحث عن أسباب العزوف عن العمل في المجال الفلاحي وعن حلول لاستقطاب اليد العاملة في هذا المجال محور ندوة نظمها الاتحاد التونسي للشغالين الشبان، وشارك فيه عدد من المتدخلين في المجال الفلاحي.
تشجيعا للطلبة على تعزيز استعداداتهم لسوق الشغل وتوسيعا لآفاقهم فيها، نظمت جامعة تونس المنار دورة ثانية من مسابقة جامعة تونس المنار للابتكار التي تنافست فيها اليوم فرق عديدة من طلاب العلم تحت إشراف الأساتذة الجامعيين وبمرافقة منهم. فرق متكونة من طلبة ينتمون لمختلف المؤسسات التابعة لجامعة تونس المنار قدم كل فريق منها فكرة مشروع ضمن مسابقة جامعة تونس المنار للابتكار في دورتها الثانية. تظاهرة شهدت مشاركة أساتذة جامعيين من مختلف الاختصاصات قاموا بمرافقة الطلبة وتوجيههم من أجل تطوير مهاراتهم. الخدمة متاعنا هي على ديسبوزيتيف شيكون ديدي للحيوانات، تشخيص المرض لليشمانيوز عند الكلاب، كيما اللي قيسوا السكر لو جلوكومتر برسك عنده نفس الخصائص، جوست نحنا باش نستعملوا تركيبة بيولوجية أخرى. فما مرض يجي للنحل اسمه الفاروا، احنا طلعنا سوليسيون دي بلاكيت اون بوا يداويو المرض هذا، واللي هو البرودوي نتاعنا باش يبدا مصنوع من اعشاب. الاعشاب هذا موجودين في تونس وما يستعملوش فيهم، يعني دي بلانت ابوندون. فما اللي يجيب فكره مشروع من الاول وحاجته مثلا باش يكمل ليكيب بروجي نتاعو بمهارات اخرى، مثلا هو يكون عنده مهارات في مثلا التقنيه ويستحق واحد باش يعاونو في التسويق، ولا يستحق شكون باش يعاونو مثلا في كل ما هو القانون كذا. الناس هذوما الكل يتلموا مع بعضهم في تظاهره هكايا ويجدوا معناها ويتكاملوا. بصوره عامه ننصح الطالب انه ما يكتفيش بتكوينه الجامعي، مهم برشا انه يطور مهاراته الشخصية، لأنه هذا اليوم مطلوب في سوق الشغل. وتندرج مسابقة جامعة تونس المنار للابتكار ضمن مشروع دعم الجودة وتطوير التصرف الاستراتيجي للجامعات الذي يهدف إلى تشجيع الطلبة على بعث المشاريع والاندماج في سوق الشغل. هذا يدخل في مشروع استراتيجي هو في الجامعة، مشروع باك أبلي فيه عدة محاور، المحور الحوكمة والتصرف والشفافية، المحور الثاني هو المحور البحث العلمي والتجديد، والمحور الثالث التكوين والتشغيلية، والمحور الرابع الحياة الجامعية. الطالب التونسي له من الذكاء الكثير ويمكنه باش يكون مبتكر، ونحبوه يكون باعث مشاريع، نحبوه يكون هو المشغل مهوش طالب الشغل. علاش؟ على خاطر نحبوا نحدوا من الهجرة نتاع الكفاءات نتاعنا، وكيفاش نحدوا بها؟ نحدوا منها عفوا باش نوفروا لهم المناخ الملائم باش يبعثوا هالمشاريع هذه في تونس. وقد تمتع الفريق الفائز بالدورة الثانية من مسابقة جامعة تونس المنار للابتكار بجائزة مالية قيمة بلغت 10,000 دينار. في صفحة الخبر العالمي، 100 يوم تمر على الحرب الروسية الأوكرانية، يسجل معها الجيش الروسي تقدما على الميدان بدونباس أساسا، ويجدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موقف بلده الرافض ما سماه إهانة روسيا والمتمسك بالتفاوض والصلح لحل الأزمة الطاحنة التي تدور على الأراضي الأوكرانية بين روسيا والغرب. بعد مرور أكثر من 100 يوم من بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، تستمر القوات الروسية في خوض المعارك على عدة جبهات وتكثيف هجماتها في إقليم دونباس شرق أوكرانيا. ففي هذا الإقليم يواصل الجيش الروسي تقدمه بشكل ثابت لكن ببطء في منطقة لوغانسك، وتحديدا في منطقة سيفرودونيتسك الاستراتيجية. قال حاكم إقليم لوغانسك إن القوات الروسية قامت بنسف الجسور في سيفرودونيتسك لمنع وصول المساعدات الأوكرانية. وفي سياق العملية العسكرية أيضا في الشرق، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن النشاط الجوي الروسي لا يزال مكثفا فوق إقليم دونباس، وأشارت لندن إلى تكثيف روسيا العمليات الجوية لدعم تقدمها. وفي تطور ميداني آخر، وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف مركز تدريب في منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا، حيث يعمل مدربون أجانب على تدريب القوات الأوكرانية وفق تعبيرها. تحركات روسيا العسكرية شملت أيضا إسقاط طائرة حربية أوكرانية تنقل أسلحة قرب مدينة أوديسا الساحلية المطلة على البحر الأسود، التي لا تزال القوات الروسية تسعى للسيطرة عليها. سياسيا، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريح إعلامي إنه من الأهمية بمكان ألا تتعرض روسيا للإهانة حتى يتسنى إيجاد حل دبلوماسي عندما يتوقف القتال في أوكرانيا، مضيفا أنه يعتقد أن باريس ستلعب دور الوساطة لإنهاء الصراع،
وفي ذات السياق أيضا قال المفوض الأوكراني أن أوكرانيا ترغب في تعزيز مواقعها على الأرض بمساعدة شحنات الأسلحة الجديدة التي تسلمتها من الغرب قبل استئناف محادثات السلام مع روسيا. خلال لقائه رئيس الاتحاد الإفريقي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو ليست مسؤولة عن أزمة الغذاء العالمية التي تأثرت منها القارة الإفريقية أيما تأثر باعتبار اعتمادها شبه تام على إمدادات الحبوب من روسيا وأوكرانيا، موضحا عدم مسؤولية روسيا عن تعطل مد بلدان القارة بالمواد الأساسية الغذائية بسبب العمليات العسكرية الروسية. حالة طوارئ غذائية أعلنتها تشاد بسبب نقص إمدادات الحبوب الناتج عن النزاع في أوكرانيا، وذكرت السلطات التشادية أن الوضع الغذائي تدهور بشكل كبير منذ بدء النزاع وأن هناك حاجة عاجلة لتقديم مساعدة إنسانية دولية. بدورها ذكرت الأمم المتحدة أن 5.5 مليون شخص في تشاد أي ثلث السكان سيحتاجون مساعدة غذائية هذا العام. أزمة الغذاء هذه معضلة أصبحت تهدد أغلب الدول الإفريقية بسبب تواصل العملية العسكرية الروسية لأكثر من 100 يوم، عملية ألقت بظلالها على الإمدادات الغذائية في القارة السمراء التي تعتمد بشكل كبير على امدادات الحبوب من روسيا وأوكرانيا. في إطار المساعي لتجنب شبح المجاعة الذي يهدد أغلب دول القارة السمراء، اجتمع رئيس الاتحاد الإفريقي ماكي سال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتماع تباحث خلاله الطرفان الحظر المفروض على صادرات الحبوب والأسمدة وتأثير أزمة الغذاء العالمية على إفريقيا، أزمة أكدت موسكو أنها ليست مسؤولة عنها. وكان المتحدث باسم الكرملين قد رجح قبل الاجتماع أن بوتين سيقدم تفسيرات شاملة لرؤيته للوضع بالنسبة للحبوب الأوكرانية، مضيفاً أن الرئيس الروسي سيطلع الأفارقة بالوضع الحقيقي للأمور ومن قام بتلغيم الموانئ وما المطلوب لنقل الحبوب وأنه لا أحد على الجانب الروسي يغلق تلك الموانئ. وكانت روسيا قد قالت في وقت سابق أنها مستعدة للسماح للسفن التي تحمل مواد غذائية بمغادرة أوكرانيا في مقابل رفع بعض العقوبات، وهو اقتراح وصفته أوكرانيا بأنه ابتزاز. في جديد الخبر الرياضي، أنهى منتخب كرة القدم الوطني عشية اليوم تحضيراته بمدينة فرانسيس تاون قبل ملاقاة مضيفه منتخب بوتسوانا غدا بداية من الثانية ظهرا ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا الكوت ديفوار 23 و2000. العناصر الوطنية أجرت اليوم حصتها التدريبية الوحيدة بملعب المباراة بعد أن كان وفد المنتخب وصل فرانسيس تاون مساء أمس في رحلة خاصة غاب عنها اللاعب يوسف المساكني لأسباب صحية. المنتخب الوطني يتطلع في مباراة الغد إلى تأكيد الفوز والحفاظ على صدارة المجموعة العاشرة بعد انتصاره في الجولة الأولى أمام غينيا الاستوائية الخميس الفارط بملعب رادس 4-2. تمكين شباب المناطق الداخلية من التمتع بالشواطئ خلال فترة العطلة الصيفية موضوع ندوة المندوبين الجهويين للشباب والرياضة الدورية تحتضنها مدينة تبرقة من ولاية جندوبة على مدى يومين. على مدى يومين انتظمت لأول مرة بمدينة تبرقة من ولاية جندوبة الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للشباب والرياضة، ومثلت مناسبة لتدارس الخطط الجهوية للشباب وتقديم أهم ملامح النشاط الصيفي لسنة 2022 والذي من المنتظر أن يستفيد منه حوالي 160 ألف شاب. هذه السنة بعد ما توقفت الأنشطة السنة الفارطة بسبب الكوفيد، يعني عملنا برمجة معناها تراعي إعادة انطلاقة هذه الأنشطة، وقمنا بعملية تمييز إيجابي بالنسبة للمناطق الداخلية والحدودية. كنا اقترحنا كولاية سليانة مع عدم إدراجنا في البرنامج هذايا، وبالعكس إفراد الجهة بمصائف طويلة المدى بست أيام خمسة أيام سبعة أيام، على الأقل الشاب اللي هو في منطقة حدودية كي مش تهزوا أنت للبحر على الأقل يتمتع بالكتاب الكتاب. تطوين بصراحة معناها منطقة بعيدة على البحر، معناها لازم تكون عندها الأولوية في النشاط هذا. قاعدين نسقوا ما لدار عمل الشباب على أساس أنها باش تعطينا على الأقل تعطينا الأفضلية في تطبيق الأنشطة هذه. كانت قبل الكوفيد يوصل عدد المستفيدين من الأنشطة أكثر من 300 ألف، توا نحن بتي تبتي باش نرجع إن شاء الله بعد الكوفيد
بالنسبة للتوجه في ولاية جندوبة، نحن تقريبا سنويا في حدود 8000 المستفيد من الأنشطة الصيفية. وزير الشباب والرياضة كمال دقيش ولدى إشرافه على فعاليات الندوة أكد على ضرورة تنويع النشاطات الترفيهية الموجهة للشباب. أنت كيف تشوف أنه 70% من الشباب في تونس ما يعرفش بحر في بلاد كيف تونس؟ هذا بالنسبة لي رقم مش مفزع، ما رقم مخجل. دونك لهنا نحن متواجدين لهنا باش نشوفوا شنو الآليات اللي على أساسهم الشاب التونسي نجم يتمتع بالبحر، يتمتع زادة بالصحراء، يتمتع بالغابات. الاستجابة لمشاغل ومقترحات المندوبين الجهويين للشباب والرياضة حتى يتمكنوا من تنفيذ البرنامج الوطني للسياحة الشبابية خلال هذه الصائفة بعد توقف بسبب جائحة كورونا تظل من أبرز أهداف الندوة الدورية للمندوبين الجهويين بتبرقة. دورة أولى من مهرجان ياسمين الحمامات السينمائية الدولي تفتتح الليلة ليستقبل الموعد السينمائي الجديد الذي ينضاف إلى قائمة مهرجانات تونس السينمائية 65 فيلما من 21 بلدا من القارة الخمسة أساسا المتواجدة في كبريات مهرجانات السينما عبر العالم. أفضل الأفلام العالمية إذن كما اختارها المختصون ستزين ليالي ياسمين الحمامات حتى 11 من جوان الجاري، ليتوج المختار منها بجائزة الشراع الذهبي ضمن مسابقتين، واحدة للأفلام الروائية الطويلة والثانية للوثائقية. إذن مواكبة مباشرة لسهرة افتتاح دورة المهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات الأولى نؤمنها لكم مباشرة مشاهدينا مع موفد الأخبار إلى الحمامات زميل طارق بن معاوي. إذن أهلا وسهلا بك طارق، سنترك لك الفرصة والمزدح لتعبر وتبلغ المشاهدين بأجواء هذه السهرة الافتتاحية وأهم المعطيات التي يمكن أن يستفيدوا منها من خلالك. أهلا بك إذن طارق، لك الكلمة. نعم سامي، سأبدأ من حيث انتهيت. يعني هذا مولود جديد ينضاف إلى المشهد الثقافي والمشهد السينمائي تحديدا، وهو الدورة التأسيسية للمهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات. هذا المهرجان الذي الآن تفتتح أو فضاء مدينة هذه المنطقة مدينة الحمامات تحتضن السهرة الافتتاحية. هذه السهرة يعني تضمنت فقرات موسيقية وتكريم لوجهين سينمائيين معروفين وهما روب عمر والممثلة المصرية ليلى علوي، هذا بالإضافة إلى تقديم فلسفة هذا المهرجان. هذه الفلسفة يمكن تلخيصها في كلمتين: الانفتاح على الآخر والحوار بين الحضارات. ورأينا أو هذا الفلسفة وهذا المفهوم تجسد من خلال سواء كانت الأفلام المشاركة وأيضا من خلال المعلقة الإشهارية لهذا المهرجان، وهي عمل فني تشكيلي للفنان الألماني بول كيلي. ربما الحديث عن هذه الفلسفة وعن هذا المهرجان ينضم إلينا مباشرة مختار العجيمي مدير هذه الدورة. مختار، هذه الفلسفة جهدناها في مثلا في المعلقة الإشهارية لبول كيلي، ربما لماذا هذه المعلقة؟ والله المعلقة هذه على خاطر هو المبدأ اللي بالنسبة للمهرجان الجديد هذا، معناها كي تأسس مهرجان يلزمك تعطيه الشخصية نتاعو وتعطيه النكهة نتاعو الخاصة. بول كيلي عمل اللوحة هذه سنة 1914 وهي تو لوحة معروفة عالميا للإشهار بمدينة الحمامات وللإشهار بنفس الوقت بالمهرجان الجديد لياسمين الحمامات، اللي الحمامات تستاهل أنه يكون فيها مهرجان مهم جدا، مهرجان دولي يعطي إشعاع للجهة للمدينة لياسمين الحمامات ولتونس بصفة عامة. لهذا المهرجان هو هذه الشراكة بين القطاع العام والخاص من أجل دفع الإنتاج السينمائي والترويج للسينما. سي مختار، وما هذا اختيار الشراكة بين القطاع العام والخاص من أجل الفن، من أجل السينما، من أجل الثقافة؟ والله احنا ماذا بينا نزيدوا نشوفوا أكثر مبادرات بين القطاع الخاص والقطاع العام، اللي معنا وزارة الثقافة ووزارة السياحة وزارة الشؤون الثقافية، معنا مجموعة السلم اللي هي وقفت معايا من أول ما بدينا سنتين باش يتأسس المهرجان هذا. فيه معنا مجموعة كبيرة من الأفلام الجيدة اللي هي متوجة كانت في برلين وفي كان وفي فينيسيا، معنا في النوعية جديد الكونسيبت نتاع الفستيفال مش موجود في تونس ولا حتى في الجهة. أفلام قصيرة، أفلام وثائقية طويلة، أفلام روائية طويلة، ستار كيما لاجلي اللي متحصل على 5 سيزار وكان هو موجود في لجنة تحكيم مهرجان كان العالمي. هذه بداية إن شاء الله يكون في السنوات القادمة مهرجان الحمامات للأجيال وللطلبة واللي معاهد السينما يكون
معناها قدوه باش نشوفوا احنا الصوره نتاع الثقافه والسياحه في نفس الوقت، واللغات السينمائيه المختلفه والافلام اللي حامله لقضايا شعوبها والقضايا الترويج لتونس والحضاره التونسيه من خلال حتى الاسماء الجوائز. الشراع الذهبي ما معنى ربما هذا الشراع ربما له مغزى له رمزيه؟ والله الشراع يقعد ديما بالنسبه للحمامات وبالنسبه للبحر اللي هي الحمامات نقطه ان كارفور معناها بالنسبه للحضارات وبالنسبه للمتوسط وقرطاج والسمبوليك نتاع قرطاج والرمزيه نتاع قرطاج. وهذا حبيت نقول ان ان شاء الله المهرجان هذا في السنوات القادمه ياخذ الاهميه نتاعو، ما يشبهش حتى مهرجان في تونس ولا خارج تونس، يعني بذلك بالنسبه لايام قرطاج السينمائيه ولا مراكش ولا الجونه ولا القاهره. دونك ان شاء الله ياخذ الشخصيه نتاعو بالكيف ومعناتها وبالافلام الجيده وبالمستوى الفني. وهك تشوف الحضور اليوم تعديت معناها الحمد لله الافتتاح معناها من احسن ما يرام، وان شاء الله نواصلوا. ونحب نقول انه الافلام الدخول مجاني في الدوره هذه، ان شاء الله نشوفوا المشاهدين في كل القاعات هذه ونشوفوا الافلام هذه. شكرا لك سي مختار. الدخول مجاني اذا مدينة الحمامات هناك حركة كبيرة يعني بمناسبة الموسم السياحي، الثقافة والسياحة والحمامات مفتوحة لكل ضيوف مدينة الحمامات. شكرا لك مفدى الأخبار زميل طارق معاوي إلى ياسمين الحمامات، حيث افتتاح الدورة الأولى من مهرجان السينمائي الدولي ياسمين الجديد التونسي. ومع لون حبل ملوك الزاهي المتدرج ومذاقه الحلو نختتم موعد الليلة الإخباري مشاهدينا. فبعد احتجاب 12 سنة يعود مهرجان حبل ملوك بمكثر إلى محبيه وعشاق الثمرة الحمراء الزاهية ليضفي حركة ثقافية وتنموية نشطة على الجهة. تعتبر معتمدية مكثر من أهم المناطق المنتجة لثمار الكرز أو حبل ملوك، ورغم تطور المساحات المنتجة إلا أن عديد الإشكاليات تحول دون تطور منظومة الإنتاج. الصعوبات في الحبل ملوك هذه في قلة القنوات التعليمية، الفانات التعليمية، الضوء ضعيف، معناه معناه ضوء فورس باش طلع لنا المية بلاد صعد شوي، مع إنتاج لازم باللهوة، فهمت، بالمية بالخدمة. مدينة مكثر تشهد هذه الأيام تنظيم مهرجان حبل ملوك الثقافي والتنموي والسياحي، والذي يعود إلى رواده بعد 12 سنة من الانقطاع ليضفي حركية على المدينة وعلى المستغلات الفلاحية. المهرجان هذا عاد في ظروف جد عسيرة ضافرة الجهود، وأردنا أن يعود بصيغة جديدة بأهداف جديدة، ولكن نحبوه أن يكون ذو جدوى، معناها بالحق نحبوه يكون تنموي بالصحيح. لما لا نحن نطمح، لما لا معمل معجون حب ملوك في مكثر، نأمل في مخازن تبريد في مناطق الانتاج في بني حازم في السوالم في كل المناطق اللي تنتج الحب ملوك. ويتضمن برنامج هذا المهرجان الذي يمتد على 3 أيام فقرات تنشيطية وسهرات فنية متنوعة، إضافة إلى عروض في الفروسية والندوات العلمية الهادفة إلى تنمية الانتاج الفلاحي بالجهة. هو مناسبة لتنويع المشهد الثقافي لخلق حركية اقتصادية ولوجستية، وهذه التثمين منتوج حب ملوك والتعريف به. حب ملوك هذه قاعدة تتطور من وقت للآخر، وقاعد ثم لاقي اهتمام كبير جدا من الفلاحين، لكن تلاقي بارس الصعوبات. نتمنى أن المسؤولين الجهويين والمسؤولين على المستوى الوطني يلتفتوا للمنظومة هذه. ويعد مهرجان حبل الملوك بمكثر أحد أهم التظاهرات بالجهة، وعادة ما يستقطب اهتمام عدد كبير من الزوار من مختلف الجهات. فيما يلي مشاهدينا تذكير بعناوين الأخبار. انطلاق جلسات اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بحضور عدد من المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية وغياب أخرى. المجلس الوطني الطارئ للقضاة يؤكد رفض قرار عزل القضاة وحل المجلس الأعلى للقضاء، ويقرر الإضراب بكافة محاكم البلاد مدة أسبوع. تقديرات تخزين تناهز 11 مليون قنطار من الحبوب مع بدء الاستعدادات لإنجاح موسم الحصاد والحفاظ على جودة المحصول. جديد الأخبار وصديقه ومفيده تتابعونه دوما عبر قناة يوتيوب وطنية ريبلاي والموقع الرسمي الخاصين بالتلفزة التونسية بيت التونسيين. سهرة رائقة مشاهدينا.